السلام عليكم يا جماعه، معكم عرب سون جيمر. النهارده هلعب سوبر سماش فلاش 2 بيتا. مش عاوز اطول عليكم، ما تنساش لايك سبسكرايب. خلينا نوصل الفيديو ده 8 لايك. وفي الشخصيه دي هلعب بسايمون، وهرجع العب تاني واتعذب تاني، فاحتمال الفيديو ده يطول. والشخصيه دي هيبقى ريو، وريو وسايمون. ما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب. خلينا نبدا. ضد مستر جيمان دوتش. اوكي، واللي مش عارف انا ليه متسرع عشان كنت بحاول اعمل فيديو من شويه. تخيلوا جالي مين؟ انا لوحدي ضد بلاك ميجي وميجا مان، اوحش اثنين. وصلت ربع ساعه وقلت نفسي لا، عيد الفيديو، عيد الفيديو، ما استحملش انا. ابلع ابلع، خليك تحت، انت مكانك تحت اصلا، مكانك تحت. هو انا اجيله من نفسي. خسرت جيم. وات؟ اول جيم ما يتحسبش، ما يتحسبش. انا سمعت الصوت روووو، لقيت نفسي خسرت. يلا انا معرق المره دي. يس، يلا كني نايت ام، نايت ام. اوكي انا انقلبت قوي، فقلت نفسي لا، عيد الفيديو، عيد الفيديو. انا ماريو ساند باج ولينك. اوكي طبعا لازم ساند باج عشان انا اتدرب. حلو الحركة. اعمل دوريو. طبعا ريو ضرباته قوية وساند باج كمان. لا ايوه، لا 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 لا، اعمل كده. ما جاتش وخسرت. نايس، بس انا كنت مركز مع الكورة بتركيز، ما تأثرش كتير. ما ترميهاش، ما ترميهاش، رماها بس ما جت على الهوا. ايه كانت هتبقى حلوة لو انا انقذت نفسي. اعمل لي 360 وبعديها اطلع فوق. دي الضربة بسميها 360. بتيرة دي. لا لا، كان في ضربة أنا نسيتها، بس لينك بيضرب من بعيد فإضعاف على طول. يلا 1v1، 1v1. نايس نايس قوي. لا واضح انك بتخسر كتير، واضح. لا عاوز اعملها الضربة دي. لا لا، اهرب اهرب. يس، جت عليه. ابلع. لا لا، اياك تفكر انك تعمل ورع ورع. انت ازعجتني. واو، ضربنا احنا الاثنين بس هو طار الاول. نايس نايس قوي، اهنيك على الحركه دي، اهنيك. بدات اتعب من دلوقتي. انا ولوكاريو بلاك نايت، بلاك نايت، بلاك نسيت ميتا نايت. مش هتجيلي بقى. لا والله عيب، والله عيب، عيب كده. دي عليها كوبرايت. 3 2 1
كويس اجري باب عندي. اضبطه لوكاريو لعب لوكاريو راح بسهولة بس انا وقعت. خلاص فلة فلة. ابلع خلاص طفشت انا طفشت. نفس عميق نفس عميق. Break the target. Okay. 3, 2, 1, go. سهلة. هنا سبيد ران يا حبيبي. هنا سبيد ران. ما فيش ولا ضربة جبتها غلط في ال break the target. نايس بومبرمان وفوكس. فهل انا هتعذب في الموضوع ولا لا؟ يلا نشوف. وانا متحمس قوي ان انا اخلص ده. طبعا اول حاجة بلع فوكس بس هو بلعني الاول وانا عرفت اخسر. لا 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 فريسة هنا فريسة عملها فيا. هنا تعالى 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 بنت اي حاجة يجي. يلا مش هتيجي افضل اضرب كده لغاية ما تخسروا. ايوه ابلع ابلع يلا ابلع انت ابلع انت عفتني. واو 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 عامل فيه محترف تضرب بالقنبلة عشان يطير. الاحتراف نفعك. تحت عشان ما ينفجر. هفضل اعمل كده لغاية ما يخسروا. لا 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 طيب انت بقى تعالى تعالى يا ثعلب انت تعالى تعالى. خلاص خلاص اخيرا انا بقى في الفيديو اللي انا مسحته وصل لسبع دقايق وانا بدأت لغاية هنا فا كويس. انا لينك بيتش ميتا نايت نايت. لا الا البطل اللي حط الشعرة دي ما بحبهاش. ايوه الضربة دي ما بحبش انا الضربة دي. ايوه اعمل مقلب. ممكن تيجي هنا هنا في دايموند. ابلع لا خلي الاحتراف ينفعك خلي الاحتراف ينفعك. عامل فيها اضرب وبعديها ارجع على طول. خلي الاحتراف يصعد. نايس بداية. ايوة اول ما حد يجي. شكا حلو. انا لسه افضل مستني. لا انا اضرب على طول. اضرب واتعصب على السريع. السريع. والعب. لا لا لا. اوكي مين خطر؟ وانا واحد بفرق. اوكي لينك خطر.
وانا خسرت. اوكي ما خسرتك. لا 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 بليز بليز بليز. اوكي واضح ان انا مش كورة جولف. عملت جولف. نايس. اوكي بس الحمد لله خلصت واحد ضد اثنين. ده اللي كان قلقني. لا طبعا الاحتراف بدأ يشتغل شوية. اكيد لا دي كانت جوك تمام. It is just a joke. وعملوا جوك عليا. وده لازم انا وبيتش. لازم انا وبيتش تبقى الاخر ناس. اوكي اعمل كده. لا وكده اعمل كده تاني. لا ما جاش. ايوه ايوه مع اني كان قصدي ضربه ثانيه. واعمل كده. يس اخيرا الكيبورد صغير وايديا كبيره فانا بدوس زراير بالغلط عشان كده ما بخلصش بسرعه. بس نايس. Here we go again. عدوي اللدود. كويس ان ريو هيبقى سهل عشان هو بيضرب من فوق. بصوا ازاي الدور ريو جدا. ايوه ده اللي انا بحبه. فالكريستال سماش اطمنت ليها. بس سايمون اكيد لا. بس اعمل كده دور ريو جدا. اعمل كده دور ريو جدا. اعمل كده وابلع وابلع. سوري يوجن. يس خلصت الكريستال سماش. يس اخيرا لما خلصت الحتة الصغيرة دي خلاص اطمن ان انا كده خلصت. اعمل كده وخلاص واعمل بريكليك. يس كده اطمنت ان انا خلصت ريو. بس هل ده معناه ان انا كمان هطمن ان انا اخلص سايمون؟ خلينا نشوف. مولتي مان سماش فاير سليوت التيم. انا بنجيب مولتي مان سماش. 3 2 1. اوكي افكار هنا اسطورية. هنا ذكاء.
لا اوكي كده النظام كده النظام ها هي ربع ساعة بس وصلت الماستر هاند فدي أحلى خبر سمعته في بيتا حرفيا عشان الاحتراف بدأ يضيع الاحتراف بدأ يضيع فأنا عاوز الاحتراف يرجع يلا نشوف أنا احتراف هنا ولا لا بس بالغلط لا شت يلا جي جي نايس يا احلى حظ ارجوك ما يجيش عليا دي الضربه اللي بيعلق بس ما بقاش يعلق ليه ما عرفش لا 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 اعمل كده وبعد كده اعمل شور يورجن زي ما ضربتنيش ما عرفش ايوه اعمل كده وبعد كده شور يورجن ونص حماية ايوه خطأ شور يورجن هنا بقى شور يورجن الحقيقية شو اكسبت يس ريو تم ريو تم اما نشوف هل هعرف على سايمون ولا لا يلا نشوف مش عارف ده رقم قياسي ولا لا مش عارف واو انكريدبل واو انكريدبل نايس يا الصورة انا وجوكو اوكي اوكي يلا نشوف انا وزيلدا اوكي الموضوع ما يطمنش شوية شوية اوكي لا يطمن المبدأ سهل ودي احلى ضربة على سايمون دي احلى ضربة تليبورت نظام تليبورت العب هنا طيران يلا واحدة كمان الله واحدة كمان واحدة كمان واحدة كمان العب لا يلا مش عليا ايوه القلب ده والحشرات دي تخفف لا تتحولي لشيك مش عليا كده كده شكلك مش شيك اصلا انا خلاص تركيز تركيز هنا انا مارس دونكي كونغو غوكو اوكي واعمل الضربة دي عادة العب بص الهيل العب العب ايوه اعمل كده العب يلا نفضل ثابت هنا لغاية ما ايوه ابلع بقى ابلع بقى عشان ازعجتني انتوا الاتنين ازعجتوني الغوريلا القرد ده يبطل
1v1 يس 20 دقيقة very nice. اوكي انا حرفيا الان احسن ما استسلم تاني حرفيا. انا كابتن فالكون سورا ضد رايمان. رايمان مش عارف عليه قوي بس احتمال ان انا العب في الفيديو اللي جاي. العب بصوا الهيل العب العب ولا واحد لمسه الا انا. نايس اوكي خد نفس عميق عشان انك متوتر قوي. اوكي اوكي دي بتبقى سهلة. واحد اثنين ثلاثة اربعة نايس ايم. وانا لسه هعمل صح ما انا عندي دي هتفيدني. لا ريها ريها. اوكي خد نفس عميق. التحدي اللي جاي شكلي هتعذب فيه. نويدو بيتش شكله يبقى صعب شوية. اوكي بس يلا سهل. نايس لا دي كانت حلوة دي كانت حلوة وغير متوقعة. اصل لويد بيخسر بسرعة عشان الحماية بتاعته ما بتطلعش لدرجة اعلى. يا يستر الله يستر فاضل تحدي واحد واخد الوقت الوحش. الله يستر بس اوكي ده صعب صعب شوية وخصوصا لما تلعب مع واحد بيحب يقعد عليك. لا عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ انا ليه عملت الضربة دي؟ ليه برجع ورا اصلا؟ لازم ارجع في النص. غريب غريب اوي. اوكي العب. اوه ماي جاد ميجا مان هنا ميجا مان بكرهه. ميجا مان اصل حاجات قوية بس انا العب بيه عشان قوي. متعاونوش عليا محدش بيتعاون عليا ياب بيتعاونوا عليا. هيجي هنا هياخد وقت واحد. It will be gonna have a bad time. I have a bad time. مشكلة الكمبيوتر أذكى من الإنسان ليه؟ عشان بيدوس على طول. أما أنت بتفضل تدور على الزرار. ده أنا بالظبط. أيوة يا سلام يا سلام لما تشوف أعدائك وهم بيتعبوا. أيوة لا راحت عليا النجمة. أيوة واحد خطر. يلا بقى نخش على اللي بعده اللي بعده. باوزر ميجا مان ده بكرهه. يب بكرهه فعلا. لا 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 يا عم خلاص خلاص. اوكي الله يستر والله كيف متوتر قوي متوتر احسن في الاخر استسلم برضو. ما تستسلم لا تستسلم ابدا انت مليان بالعظيمة. اوه ماي جاد بدأنا نرجع. اوه شيت
بدأنا نرجع للذكريات المؤلمة، ذكريات مؤلمة حرفيا. طب في حاجة تانية اعملها غير الضربة دي؟ في حاجة تانية اعملها صعبة؟ طب اصل انا جربت استنى الوقت وطلع ان انا اخسر اصلا، فانا 100% لازم اكسرها. طب المية؟ لا اوكي اعمل كده. انا امنية حياتي اعرف عملتها ازاي، دي امنية حياتي. استني اتضرب على ده، مش عارف ليه بعمل اصلا. طب لو ضربت تحت ما تقدرش تضرب من تحت مثلا؟ او ماي جاد، الله طول سيء، انه وقت سيء يا شباب. اوكي ثانية، ممكن اكون عرفت فكرة، ممكن تكون جات لي فكرة، ممكن بس مش متأكد هل هي هتنفعني ولا لا. اوكي شكلها هتنفعني شوية، بس لازم تسرع بديها قوي. اوكي الوقت الوحش رجع تاني، هو بيضرب ببطء، انت بطيء ليه؟ انت بطيء ليه؟ 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 3 2 1 جو. صعبة، انا ليه ضربت دي؟ شكل الموضوع صعب. اعمل فوق بعديها افلت من فوق بعديها لا بصوا انا قصدي ايه، اعمل كده وكده، لا اعمل كده لا بصوا هو بيضرب ببطء، بصوا ازاي بيضرب ببطء. يا ريت تنفع، ما نفعتش. بياخد وقت قوي، بياخد وقت. اوكي انا هجرب اعمل حاجة برضو، انا افضل اعمل افكار ولو كده هخلص الفيديو برضو اللي استسلام الجزء الثاني. ما نفعتش الفكرة، فاعملها بالطريقة اللي هو عاوزها. احتمال ان انا بعد الفيديو ده استسلم واشوف الفيديو ده بيتعمل ازاي على اليوتيوب، ان واحد خلصه ازاي. لو انا عملت كده، لا لو انا لازق فيه ونزلت اعمل كده وبعديها اوصل له، فانا اعمل كده. اوكي تقريبا في حل او ان مفيش. فلو الفيديو ده استسلمت عليه اعرفوا ان انا مش هلعب سايمون تاني، مش هلعب سايمون، مش طول الوقت افضل استسلم. عرفت معلومة، دي مش هتنفعني الضربة دي. اوكي انا هحاول العب كتير، لو الموضوع طول هستسلم خلاص، معلش. لو عملت كده، لا لو انا دوست تحت هلمس الحيط بعديها اقف وبعديها، لا ثانية واحدة اجرب اعمل حاجة، اجرب اعمل حاجة. اطلع، لا حتى هنا ما بتعرفش تطلع، الله يهديك بس بطل احراج. احرجني احرجني. ثانية انا لو عملت كده وبعديها كده،
لا ما تنفعش، يعني خطتي ما نفعتش. دوس اي حاجه، دوس اي حاجه. انزل ثانية، انزل تحت ودوس ودوس اي حاجه. اوكي الفكره ما نفعتش. اوكي انا بقى المفروض اتصرف ازاي؟ الاستسلام بدا يجي. ما تدوسش حمايه، ما تدوسش حمايه. لا دوست او بالغلط. اوكي يا جماعه هقف لحد هنا، ما اقدرش. دوست استسلام بالغلط ليه؟ عشان انا تيس فضلت ادوس اي حاجه وخلاص. كما معكم عبد الرحمن عارف سون جيمر، مش هلعب سايمون تاني، مع السلامه.